دي ان اي مساء الخير. ليلة السبت وليلة الأحد شهدت ثورة لبنان أعنف دورة، دورة عنف من بدايتها من حوالي الشهرين لهلا. أعنف دورة، ساعات طويلة من الكر والفر والتراشق والاشتباك المباشر بين المتظاهرين والدرك والجيش ومكافحة الشغب، ومع أشخاص أيضا بلباس مدني من غير المعروف لحد هلا إذا كانوا مدنيين أو عسكريين سائب أنه كانوا بزي مدني. أكبر عدد من القنابل المسيلة للدموع، أعلى عدد من المصابين، كل هيدا بليلتين ما سبق شيء مثلهم من بداية ثورة 17 أكتوبر لحد هلأ. فجأة تحول مشهد الثورة إلى مشهد العنف اللي عرضنا أجزاء منه وأجزاء بسيطة منه، بس شو اللي صار؟ كيف وصلنا لهون؟ حصيلة ليلة الفوضى والشغب أمس تركت تداعياتها على مشهد الحراك الشعبي، باعتبار ما جرى لم يكن عفوي أو ابني لحظته، بل كان مخطط له عن سابق تصور وتصميم لبث الفوضى والتخريب وإثارة الفتنة بين اللبنانيين. ليلة حافلة بتخريب واعتداءات المندسين على القوى الأمنية. مجموعات مندسة أثارت مساء أمس فوضى وتخريبا. مجموعات مندسة. المجموعات المندسة نفسها. عناصر مندسة في مجموعات الحراك. المندسون. مندسين. ومحطة رئيس نبيه بري ان بي ان ما عندها فكرة مين معقول يكون هو المندسين، ما شو يعني اصلا ليك كيف بده يكون عندها فكرة؟ ما المندس ما بيقول انه مندس، بفوت هيك بيندس على مهله بشكل سري، بيعمل عملته، بخربط وبينسحب. انه بدها كثير جهد واستقصاء وبحث وتحري. المندسين عادة اشباح، عادة، بس كمان احيانا بيندسوا علنا. برافو برافو. بس ينزلوا الشباب نشوف اي زلمه حيبقى بين هول. ما هو لو في زلمه بين كل هول كنا خفنا نحن. هلا يا اخوان بنشوفكم بعد شوي. اي ساعه بتحب نبلش؟ بعد شوي نبلش هذا الفيوم. بعد شوي نبلش هذا. هيدا المندس اللي كان عم بيهدد المتظاهرين عبر الفيديو، كان بخلفيه الفيديو تبعه في اصوات المتظاهرين عم يهتفوا ضد الرئيس بري، شلناهم لانه فيهم كثير مسبات، وهو عم بيقول برافو برافو بيكمل يتوعد ويهدد. بالوقت اللي حددوا تقريبا صار اللي صار، وبالفعل اشتعلت كل المنطقة اشتباكات عمدت يومين، بس ابو الصوص عم بتزيدها ما بدها هالقد، يعني يمكن هو كلمة وقال لو زبطت معه. نزلوا شبابنا على رياض الصلاة. نزلوا شبابنا على رياض الصلاة. خلصت خلصت يا شباب، يلا خلصت اليوم ماكسيموم. الله السلام عليكم يا قوم، نراكم في رياض الصلح. هيدا مش مندس عادي، هيدا نقيب المندسين. وننتقل الى السؤال التالي. تلك المجموعات المندسة التي جاء بعضها من خارج العاصمة. مجموعات مندسة قدمت بمعظمها من خارج بيروت. لم تعرف الجهة التي انسحبت اليها مجموعات عنفية هبطت وسط العاصمة وحولتها الى ساحة معركة. فهل عاد هؤلاء إلى قواعدهم؟ لم تعرف الجهة التي انسحبت إليها المجموعات؟ حبيبتي من الجهة اللي إجوا منها، إنه تبخروا مثلا؟ نزلت مركبات فضائية شفطتهم؟ إنه حملهم باتمان على ظهره؟ إيه بالمناسبة هيدا باتمان تبع الثورة اللبنانية، عن جد في عنا واحد حقيقي، بس أكيد مش هو المسؤول عن اختفاء جماعة المندسين، باتمان آدمي، هيدا جوكر اللي عملها. كيف يعني؟ كيف يعني لم تعرف الجهة اللي انسحبت إليها المجموعات؟ انسحبت إلى نقطة الانطلاق. هل قد بدها؟ هيدا الشارع اللي بيفصل بين منطقة الخندق الغميق على اليمين اللي هي معقل الثنائي الشيعي وبين ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح على الشمال، مكان الاشتباكات اللي حصلت. وشو عم يهتفوا؟ شيعة شيعة شيعة. طب شو بيكونوا؟ روم أرثوذكس جايين من صربيا؟ ما بفهمت. بس ليك أبو الصوص الأمن ممسوك،
الأمن ممسوك، في دولة، في أجهزة أمنية، في ناس تسهر على أمن المتظاهرين وحرية التعبير. الأمن ليك قد ممسوك ليك. ليك بدك تعتل الدولة هيبة بعد ما اعتقلوا كم اللي يخبط فيه. هيدا مثلا لو برام الله كان ما بقي تلفزيون مقاوم ما طوشنا بالحديث عن الوحشية الإسرائيلية. خي اعتقلته ليه بعدك نازل فيه خبيط ساعة عاجره ساعة راسه؟ والمفارقة انه الامن ممسوك عهول الناس بس تبع شيها 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 ولا واحد لحد هلا انلقط منهم. اللي عمل الفيديو وحدد موعد الغزوة ما توقف. اكتر من هيك بعد يعني بعض هؤلاء اللي يفترض يتوقفوا مع بعض هؤلاء اللي يفترض يوقفون كانوا بنفس الخندق بمواجهة الناس. يلا هجوم، هجمنا عليهم. يلا 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 جيبوا 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 جيبوا. طيب اللي بعيد عنك يا رجل الأمن اللبناني ما قادر توصله فهمنا، بس اللي واقف بين إيديك وعم يخبط الناس شو؟ هيدا شو؟ لنفترض أنه عسكري أمني بلباس مدني هيك بيضربوا الناس؟ هذا غير الشتائم اللي شلناها من الفيديو. عم رح نصير إذا بتكمل الأمور هيك جيش مقاومة ضد الشعب بدل ثلاثية جيش وشعب مقاومة. إلى اللقاء.